ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من بعشيقة مراسل أخبار الآن لؤي أمين. لؤي أهلا بك. أولا يعني لو تطلعنا لؤي على تفاصيل المشهد العسكري حول مدينة بعشيقة، ما هي آخر المستجدات الميدانية هناك؟ نعم، أنا حاليا على مشارف مدينة بعشيقة. لا يسمحون للإعلاميين بالدخول لتطهيرها من العبوات والقناصة الذين بقوا في بعض فيها المدينة. تم اختراق المدينة من 3 محاور من قبل قوات البيشمركة وبإسناد المدفعية وكذلك بإسناد جوي من طيران التحالف. كانت هناك في الصباح الصغيرة وحتى الآن مستمرة المعارك، ولكن يعني خفت وتيرتها لأن البيشمركة سيطر على أغلب أحياء المدينة. بقي فقط بعض الجيوب من القناصة ومن العبوات، لا شيء غير ذلك عدا هذا. هناك يعني أغلب الأحياء تم تحريرها. بالنسبة هذا لبعشيقة، نعم. نعم، طيب حسب معلوماتك لؤي، يعني هل هناك إجراءات معينة تتخذ من أجل حماية أو إنقاذ المدنيين هناك؟ بالنسبة لمدينة بعشيقة، هي تتألف من 140 ألف نسمة تقريبا. خرجوا معظمهم عندما اجتاح داعش مدينة الموصل، لأنهم يتكون من خليط من المسيحيين والإزدين والشبك. لم يبقى أحد، لا وجود للمدنيين داخل ناحية بعشيقة أبدا. هم خرجوا عندما اجتاح داعش المدينة قبل أكثر من سنتين. نعم نعم. طيب من جانب آخر، شهدت أيضا أطراف الموصل في المحورين الشرقي والشمالي اشتباكات محتدمة هناك، كيف تسير المعارك هناك لؤي؟ بالنسبة للمحور الشمالي، نعم، تقدمت فرقة 16 من الجيش العراقي باتجاه الموصل من الجهة الشمالية واخترقت قريتي سادة وبعوزة الملاصقتين للحي العرب، كذلك منشأة الكندي المعروفة في شمال مدينة الموصل وأصبحت الآن على تخوم مدينة الموصل. وكذلك في المحور الشرقي، تقدمت جهات مكافحة الإرهاب باتجاه الأحياء التي اخترقتها منذ 3 أيام، وهي تبدأ الآن بعملية تطهير وتقدم، ووصلت إلى حي الذهبي والكركوكلي أيضا. نعم نعم، إذن مراسل أخبار الآن لؤي أمين كنت معنا مباشرة من بعشيقة، شكرا لك.